بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ السؤال الرابع. والسؤال الرابع بيتكلم عن الـ write program. المرة دي هتكتب برنامج مش function ولا أي الحاجات اللي طلبناها قبل كده في الأسئلة التانية. المرة دي هنكتب برنامج مباشر using nested loop. هنستخدم فكرة الـ nested loop دي بعد الـ midterm. sin x given x، لما يجي لك قيمة معينة تحسب sin x. طبعا احنا عندنا في الـ MATLAB function جاهزة بتحسب الـ sin x، لكن هنا عايزك اليوزر يدخل الاكس ويدخل البوزيتيف انتجر ان، والبروجرام كومبيوت ساين اكس يوزنج سيريز، يبقى في مصفوفه هندسيه او سيريز متسلسله، اسف مسلسله هندسيه او رياضيه. كومبيوتنج شود يوز اول تيرم ان ذا سيريز اب ثرو اكس او سي. يعني لو قلت لك الاكس ب 4 والان ب 5، يبقى هتبدا الترم الاول وبعدين الثاني وبعدين الثالث وبعدين الرابع وبعدين الخامس، يبقى دول عدد الترمز اللي هتوصل لها. بس بحيث ان هنا يوصل لايه، يعني انا اسف، لازم يبقى دي 9. لما دي 9 يوصل لاكس اس 9. يعني هنشوف الترمز دي هتختلف ازاي او هنحسبها ازاي. تعال نشوفهم واحد واحد عشان نحلله الاول قبل ما نبدا نكتبه بطريقه المتلب. تعال ناخدهم كده. الساين اكس هي محصله دول، وفي ملاحظتين. تلاحظ ان هنا في واحده موجب واحده سالب كمان، يعني مره بتتغير الاشاره. طب تعالى ندرس اول واحد، او ناخد الثاني عشان شكله واضح شويه. اكس اس 3 باي 3 فاكتوريال، وهنشوف موضوع الفاكتوريال. معناها ان انت لما الاكس بترفعها الاس اللي هو الان، الرقم اللي هيديهولك، بتقسم على برودكت او فاكتوريال نفس الرقم. طب تعالى نشوف. يبقى الترم الاول سهل بالنسبه لنا، اكس اس ان على فاكتوريال ان، صح؟ طب تعالى نشوف اللي قبله. هنا اكس، صح؟ دي اكس. فالاكس دي عباره عن ايه؟ اكس اس 1 على فاكتوريال 1. يبقى نفس القاعده، يبقى دي قاعدتها ان اكس اس ان على فاكتوريال ان، بس الان هنا بتساوي 1 وهنا الان بتساوي 3، عشان كده طلع الشكل اللي قدامك. طب لو الان بتساوي 5 يطلع ايه؟ اكس، امشي بقى على القاعده اللي تحت، يبقى اكس اس 5 على فاكتوريال 5. فعلا ده الترم الثالث. طب لو الان بتساوي 7 يطلع اكس اس 7 على فاكتوريال 7، بعدين اكس اس 9 على فاكتوريال 9. تلاحظ حاجه، ان بيزيدوا عدد فردي، يعني معنى كده ان الجمب بتاعنا هيكون 2 2 مش 1 1. طيب تعالى نروح بقى نشوف مناقشتنا للموضوع ده هتتم ازاي. ادي الاجابه، بس عايزك تاخد بالك معايا من طريقه الحل اللي احنا هنستخدمها. احنا فهمنا دلوقتي لحد اللحظه دي ان ده عباره عن جزئين، باور، الجزء الاول اللي هو الاس، والجزء الثاني اللي هو الفاكتوريال. طيب سيب كل حاجه وركز معايا في الثلاث سطور دول. انا دلوقتي بعمل ايه؟ بعرف متغير اسمه بي 1، وبعمل لوب من الجي بقيمه معينه الى قيمه معينه، وكل مره بزود واحد، وبضرب الجي في البي بيساوي بي، يعني البي بتزيد بمقدار جي او بتضرب ملتبلايد بمقدار جي. هو يعني ايه فاكتوريال؟ فاكتوريال 5 معناها ان انا اخد، ابدا من الواحد واضرب الواحد في، ازود واحد في 2، وازود واحد 3، وازود واحد 4، وازود واحد 5، فيطلع 120. ده فاكتوريال مين؟ فاكتوريال 5. خد بالك كده الاعداد عامله ازاي. اولا بتتضرب في بعض، ثانيا متسلسله، وده اللي احنا عملناه هنا. قلنا له ابدا الاي بواحد لحد، ابدا الجي بواحد لحد الاي، لحد قيمه ما هنشوفها كمان شويه، وليكن 9، 1 2 3، عشان كده الاستيب واحده واحده زي ما انت شايف الاستيب هنا واحده واحده. والناتج البي بتساوي بي ضرب جي، ما هو 1 ضرب 2 يطلع 2، ده البي. اضربه في القيمه الجديده يطلع البي الجديده، اضربه في البي الجديده يطلع البي الجديده، وهكذا لحد ما اوصل للبي النهائيه. يبقى الكود اللي انا عامل عليه بالاصفر ده كده، ده مجرد حساب الفاكتوريال بس. يبقى ده كود الفاكتوريال. مين هو الفاكتوريال ده؟ اللي هي في المقوم العلامه دي، ده. يعني معنى كده ان انا كمان شويه بعد ما اخلص هعمل ايه؟ هقسم على الفاكتوريال. الفاكتوريال عندنا هنا مسمينه ايه؟ مسمينه بي. فعلا هتلاقينا بنقسم على البي كمان شويه. طب وعشان اكرر العمليه دي عملت فور لوب. طب وليه بعرف البي بواحد؟ لان البي لو مش بواحد هيكمل، يعني المساله اللي بعدها هيجمع، اضرب ارقام على 5 6 7، لكن انا عايزه كل مره لما يخلص حساب فاكتوريال الثلاثه يخرج ويروح يجيب الخمسه، يحسب لها فاكتوريال من الاول، ويحسب الفاكتوريال من الاول. ده الفاكتوريال. فلازم احط البي بتساوي 1، ده السبب بتاعها، عشان يريسيت القيمه ما يكملش عليها. طيب كده انا خلصت المقام. عايز البسط، البسط
اكس اس ان يعني اكس باور القيمه. طيب هو ال ان قيمتها بكام؟ ال ان لو ب9 يبقى انا هبدا من 1 ناقص 1 واوصل ل9، بس مش بالترتيب، عايز 1 وبعدين 3 وبعدين 5 وبعدين 7 وبعدين 9، يعني بجامب بكام يا جماعه؟ الستيب 2 الستيب 2 الستيب 2 الستيب 2، يبقى هعمل فور لوب مره ثانيه خارجيه، هنعمل لها بقلم ثاني، وخد بالك معايا باللي هقوله دلوقتي. الفور لوب اللي جايه دلوقتي دي اللي هي فور اي بواحد لحد ال ان، يبقى انا هبدا من الواحد اهو لحد ما اوصل لل ان، اخر قيمه انت هتديهاني حسب المساله، وهجمب 2 2. بص الستيب بتاعتي 2 اهي، اعلم عليها كمان مره على ما اوضح، دي 2 لكن هنا انا كنت بتحرك واحده واحده، يبقى لما احب اعمل ستيب 2 من 1 ل 3 ل 5 ل 7 ل 9 استخدم ايه؟ 1 2 القيمه اللي عايز اروح لها ان مثلا، والستيب بتاعتي 2، يبقى هنا كده بجمب 2. كل مره هيحسب الفاكتوريال فعلا، واحد يقول لي ايه ده هو كل مره هيحسب الفاكتوريال؟ ايوه بص على السيريز وانت تفهم، ما احنا بنبني مين؟ بنبني ده كده لوحده، خد بالك ده كده بلوك لوحده، البلوك ده فيه حاجتين، فيه فاكتوريال وفيه الباور، ولما يروح للي بعده فاكتوريال وباور، واللي بعده فاكتوريال وباور، يبقى هي عايزه يتفهم التمبلت بتاعها ونقدر نحسب على طول. فور لوب اي بتساوي 1 لحد ان وجنب خطوتين ادخل، والجي مش هتتخطى الاي، عشان كده قلت له خد بالك تاني، نرجع للحته دي، قلت له ان الجي تبدا من 1 وتنتهي عند الاي، ما تعديهاش عشان ما نتعرضش لايه؟ مشكله نخرج بره السكوب بتاعنا، يبقى الجي تبدا بواحد وتنتهي عند الاي اللي هي مين؟ اللي هي ان اللي قيمتها عماله تزيد كل مره، ان بواحد 3 5 7. طب في الاخر انا عايز ده عباره عن ايه؟ بصوا كده معايا، ده بسط ومقام، بنسميه نوميريتور ودي نوميريتور. النوميريتور اكس اوف اي اهي، طب ليه ما قلتش ان؟ ما انا مره هقول 3 ومره 5 ومره 7، اخر قيمه هي الان، يبقى ان هنا بالنسبه لنا اخر قيمه، يبقى اكس باور اي تقسيم البي، مين البي؟ الفاكتوريال اللي حسبناها، هو ده الفاكتوريال اللي احنا حسبناه من شويه. طيب اخر خطوه سيريز، عرفت بقى المتسلسله كلها او السيريز دي كلها، واللي عباره عن ايه؟ عباره عن السيريز نفسها وهي فاضيه زائد الار، ايه الار ده؟ الريزلت اللي طلع. فانا عمال بص كده على اللي فوق دي وهفهمك السيريز كلها على بعضها كده، الساين دي كلها على بعضها او ده كله على بعضه كده اسمه سيريز. ففي البداية السيريز بفاضي اهو، سيريز بصفر، كل مرة هجمع عليها ايه؟ اقول سيريز بتساوي السيريز السابقة اللي هي صفر، اجمع عليها اول واحد يبقى الريزلت الاول. طب وتاني مرة اجمع عليها الريزلت التاني، اجمع عليها الريزلت التالت، اجمع عليها الريزلت الرابع، يبقى انت عملت ايه؟ ريبيتنج وجمعت الترم، هيطلع الإجابة صحيحة فيما عدا أنا أنبهك لحاجة ناقصة، الحل ده فيه حاجة ناقصة وهنكتبها مع بعض عشان مهمة. اللي أنت عملته دلوقتي ده حل كامل وصحيح، بشرط بص كده إن العلامات كلها تكون موجبة 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 موجبة، لكن هو عامل إيه؟ واحدة موجبة واحدة سالبة، ملهاش حل دي، أو في حلول طبعا كتير بس لها حل مهم شوية، لأن دي مش هنعتمد على إن باور 2 مثلا، لأن أنت هنا لو قلنا مثلا يعني في افتراض حد فكر في المسألة وقال لي احطها ماينس 1 باور 2، ماينس 1 باور 2 تطلع 1، امتى تطلع ماينس 1؟ لو كانت ماينس 1 باور 3، بس هو ما عندوش الامكانية دي. ليه؟ لان 1 3 5 مفيش زوجي عشان يطلع صحيح وفردي عشان يطلع سالب، لا. فبالتالي لازم اعمل ساين، علامة، بص بقى الساين، هعمل فاريبل هنا اضافي هسميه ساين، والساين قيمتها بصفر، وكل مره يدخل اللوب ده، ما انا مشكلتي الاثنين اللي بيجامب بيها، كل مره يدخل اللوب يعمل الحاجات بتاعته ويحط الساين قيمتها بلس ايكوال بلس ايكوال ساين. يعني ايه؟ يعني زود الساين بمقدار واحد، زود الساين، انا طبعا كتبت غلط صلحها، هكتبها على الماتلاب دلوقتي، أنا في المكان ده هنا جوه اللوب، ساين بتساوي أو بلس إيكوال 1،
ساين بتساوي بلس ايكوال 1. وبعدين واجي هنا في الجزء ده واقول له بص، مره واحد مره اثنين مره ثلاثه، احط ماينس 1 باور الساين. اول مره يدخل بواحد فيسيبها سالب، صح؟ بص كده انا عايزه بقى ايه؟ لا، ساين بلس 1. يبقى اول مره هيلاقيها بكام؟ ممكن نبدأ بصفر احسن، صح؟ نبدأ بصفر ونزودها. مش في البداية، أنا عايزه يدخل بيها أول مرة بصفر وبعدين يزود واحد. يبقى نحطها في مكان تاني، وليكن مثلا بعد ما يخلص اللوب الأول ده هنا في المكان ده كده، نكتب ماينس 1 ماينس 1 في المكان ده بالظبط، ماينس 1 ساين بلس 1. فمرة هتبقى بصفر، صح؟ وهكذا قيمتها بصفر، فصفر الأس سالب واحد واحد. هوريها لك عملي دلوقتي على البرنامج ونعدلها هنا. يبقى كده خلصنا السؤال ده، بس تعالى نشوف العملي بتاعها يتعمل ازاي.